جديدة يطمح من خلالها لربط قارات العالم عن طريق السباحة. ياسين معراش مراسلنا في المغرب يعرفنا على هذا السباح المغامر. بعد تحقيق إنجاز غير مسبوق بعبوره مضيق جبل طارق سباحة، يستعد الشاب المغربي حسن البركة لرحلة عالمية سيجوب من خلالها بلدانا عديدة عبر القارات الخمس. تحدي جديد لكنه حتما سيكون أصعب أمام بطل القدرة المغربي. النجاح الكبير بعبور مضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا سيفتح المجال أمام حسن البركة للبحث عن إنجاز عالمي. الإنجاز الذي حققته في يوليو الماضي كان ثمرة تدريبات استمرت عاما كاملا. خلال تلك الفترة كنت يوميا أقطع 8 كيلومترات سباحة وأقوم بتمارين لتقوية العضلات. المسافة بين مدينة طريفة الإسبانية والسواحل المغربية تتجاوز 16 كيلومترا. توقفت 4 مرات مدة دقيقة واحدة فقط بسبب الطبيعة الصعبة لمضيق جبل طارق. حسن البركة سيشد الرحال نحو أوقيانوسيا لبدء المغامرة التي ستنطلق بالمرحلة الأولى بين غينيا الجديدة وإندونيسيا، فيما ستكون المحطة الثانية بين طابة المصرية ومدينة الحقل السعودية. أما المرحلة الثالثة فستكون بين إسطنبول الآسيوية وإسطنبول الأوروبية قبل اختتام المغامرة في المحطة الأخيرة والأكثر صعوبة والتي ستكون بين ولاية ألاسكا الأمريكية وروسيا. أتلقى الدعم من وزارة الخارجية المغربية بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الحكومية، كما مدت لي شركة مغربية يد العون عندما قطعت مضيق جبل طارق. حسن البركة يستعد لرحلة التحدي. الانطلاقة ستكون من المغرب مرورا بقارات عديدة، لكن المهمة هذه المرة ستكون حتما أصعب. حسن البركة قدم برنامج مغامرته عبر قارات العالم بالوقت الذي كان من الصعب إيجاد محتضن يدعم رحلته المليئة بالتحديات. أطمح للسباحة مسافة 18 كيلومترا بين غينيا الجديدة وإندونيسيا، وكذلك بين مصر والسعودية مسافة 25 كيلومترا، ثم بين الشطرين الأوروبي والآسيوي لمدينة إسطنبول، ثم سأقطع مضيق بيرينغ بين الولايات المتحدة وروسيا. السباح المغربي بات مستعدا للمغامرة في رحلة لربط قارات العالم، وقد يعود بعدها ليجد استقبال الأبطال بذل غياب واضح لإنجازات الرياضة المغربية. ياسين معرش بي إن سبورتس، الدار البيضاء. حكاية استثنائية يكتبها مهدي الكعبي في ملاعب الكرة العراقية منذ ما يزيد عن 45 سنة. لم يكن يوما ما فيها لاعبا